احنا كطاقس لازم ندخل في الرياضه ولازم نعمل الكلام ده. هي ده كان جزء من المسؤوليه المجتمعيه، وهي اسمها مسؤوليه مجتمعيه عشان هي مسؤوليه فعلا علينا. احنا شايفين ان هو واجب، يعني دي مش حاجه كويسه بعملها، انا شايف ان ده واجب، ولو غيرنا ما بيعملوش هو لازم يعمله. ودي رساله انا بواجهها، لان في الاخر الهدف المصلحه العامه. انا عايز كل الـ سواء المطورين او في اي مجال قطاع خاص هم يقدروا يدعموا الجهود الحكوميه عشان خاطر سواء الاولمبيه او الرياضه بشكل عام. يعني احنا النهارده عندنا بروتوكول بنقدمه مع وزاره الشباب والرياضه مقسوم لجزئين. الجزء الاولاني هو ان احنا هنقدم جوائز ماليه احنا حددناها للابطال الاولمبيه اللي هيحصلوا على ميداليات في اولمبياد باريس 2024، وفي جزء ثاني 1,000,000 جنيه احنا خصصناها لمشروع قومي للموهبه والبطل الاولمبي. وده حاجه من الحاجات اللي انا سعيد جدا ان احنا قدرنا نعملها، ومبسوط ان وزاره الشباب والرياضه اوريدي كانت مفكره في حاجه زي كده، ان احنا مش بس بنبص على الابطال بتوعنا او على البطوله الجايه او حتى اللي بعدها، احنا بنبص على ابطال هيحققوا بطولات ممكن او ميداليات كمان 3-4 بطولات ان شاء الله، شباب لسه صغيرين ممكن نقدر ندعمهم نفسيا. لان احنا كمان لقينا ان موضوع الدعم النفسي ده مهم جدا. يعني انا ممكن ابقى راجل فنيا كويس بدنيا كويس بس ما بقدرش استحمل ضغط، ممكن الخصم بتاعي يستفزني، ممكن ممكن ممكن، ودي حقيقه. لو الشخص مش متعود انه يتحط تحت ضغط معين قوي بقى مؤهل نفسيا كويس، الابطال دايما بيحصل لهم مشكله زي دي. الموضوع بالنسبه لنا لا، هي مسؤوليه مجتمعيه اكتر. احنا مش الهدف تسويق خالص، مش الهدف ان احنا فعلا نقدر نحقق حاجه، ويعني مش دايما كل حاجه لازم يبقى فيها الهدف منها المكسب. المكسب حلو، احنا الشركه بنشتغل عشان اكسب طبعا مليون في الميه، بس مش دايما بيبقى هو ده التارجت بتاعنا. احنا هنخلي في شركات في قطاع خاص تنزل السوق المصري، وهنخليها هي ايجنت يدير الرياضيين، وهندعمها ان هي تاخد رعايه. الحقيقه هو بيرعى احد الشركات اللي بتدير بخمسة مليون تاني، وده معناه ان في رعايه البطل اللي داخل الاولمبياد هو مساهم في رعايته عن طريق ايجنت بيديره. يبقى احنا عاملين تو ويز، واحد دايركت واحد اندايركت، وبعدين قام عامل تاني الخمسه، يعني هو حجم مساهمته الحقيقيه 10 مليون جنيه. احنا بنفكر ان احنا هنعمل ايه الفتره القادمه، محددين مثلا افكارنا، محددين طموحاتنا في عدد معين من الميداليات في الدورات الاولمبيه، بحيث انك انت فعلا بتشتغل وتبقى عارف حاسب ازاي الدنيا هتتحرك وازاي النتائج هتتحقق.